Assalamu alaikum. Hadi la deuxième vidéo là en dire moi j'ai sensé. OK voici. Hadi ta le compte spécial. Ta YouTube حليتها. Spécial là de Mohamed Ali ouais ni ou Ali. Mon famille là on va santé à moi là. Tarek tu حكينا للناس ديالنا بغيت ديال الانتفاضه والثوره والشباب ينوض او القحبه الشهادة اللي صار في تونس وفي ليبيا وفي مصر الدنيا أولاد القحاب ليبيا أول واحد وزعيم قطع الورقة وما استعرفش أمريكان في مجلس في الدولة ديالهم قطع الورقة والقحاب سمعت صحيبي وهاد الشي هذا راه شي ماشي الشعب ولا ناضي غينوضو غير هاد القرن هدا وهاد الساعة وهاد السنة هادي غينوضو نديرو هاد الشيء واش هدا زمان اخويا هما عايشين الديكتاتورية مالهم مداروهاش ها دابا يدير لنا هادشي بغا يتقلب النظام انت نتا غنجيبوك تحكم علينا انت ديرو نتا مالك تحكم على المغاربة أكريتيوب انت ما حاكمش طاف راسك ديال الطربوش وتهضر باللغة العربية من اللغة العربية تضحكوا زعما تضحك الناس وتقول الناس راه تكتب لكم مالك غيبت كاش قال لي سقسي في دين السوا نتاع عمو سمعت كيفاش دوخش علينا وما تكذبش علينا صحيح وهذوك لي كادر اللي راهم خرجوا البلاد وراهم يحضروا ما لقاوش فرصة ما والمهم الحياة لقيت فرصة وما لقيتش المهم انك تعلمت سمعت داك الشيء اللي ما وصلت له انت راه دير عائلة وما طيحش في دوك المسائل هذه هذو ولادك طرش لهم ما تعرف الحياة راه كلها تجربة وكلها تعليم وكلها معرفة وعيش عيش الاكسبيريونس اللي راك تشوفها كل يوم هذيك راه فايدة الله سبحانه وتعالى خلقنا حنايا باش نعتمدو على نفسنا ما نعتمدوش على الدولة ولا على الملك ولا على الوزارة وزير هذا قرا ولا وزير راهو غي جا وحطوه وزير زاد مكرشمو جبدوه هذاك زاد تعيين جا وزير راه محمد السادس ما غاديش يغير المغرب من 99 ولا مانيش عارف الموت ديال الوالد ديالو الله يرحمه ويستعيره جماعة الموتى وانت راك تحكي لنا على الموتى وتحكي لجوج محمد الخامس والقمر والحسن الثاني اخويا انت الا انت انسان مثقف انسان مسلم واذكروا امواتكم بالخير او كاع يكون كاع قتال نص قتال ولا يزني ولا يشرب الشراب ولا دار ولا واش دار واش داك فيه اخويا انت ماشي ربي اخويا انت ماشي هو الانسان العبد اللي بعثو ربي للدنيا باش يغير المغرب ولا يغير الناس انت واحد من الناس خشيبة خشيبة اللي كيجبدها الطفل الصغير في المدرسة خشيبة انت غير خشيبة ولا انو هاديك خشيبة انت راك ما محسوبش كاع من غير بيك انت صافي انت توصل للمطار طيروك الا ما طيروكش هما راه 1000 30 مليون مغربي راه تشوفك حاجة مولات 100 سنة راه طير عليك ديك بط فيك راك ما تسلكش راسك نهضر على المغاربة نتا في واشنطن ولا في نيويورك انا نقسم لك يمين انت راك عايش تما كي الكلب كي الفار اخويا باغي تغير النظام روح اخويا دير الدراهم دير الدولار اخويا خدم اخويا دير الدولار ودخل البلاد اخويا داكشي اللي تعرفو نتا خدم بطريقة علمية بطريقة ثقافية بطريقة هادي وصل اخويا انا كنت ناوي على شي حاجة مزيانة ولكن ما تسبش الملك تسبش المغاربة ما تهضرش باسمنا اخويا 30 مليون مغربي انت تهضر باسمي شكون انت اخويا شكون انت تغير النظام راه غير غير اش نطيح لك الهضرة ولا شي حاجة صحيبي راه كلنا عباد وكاع خلق الله سبحانه وتعالى الشيء اللي بغيت نقول لك انا ما ماشي ضروري ضروري بغيت تغير اخويا روح دير فيديو اخويا
تلف على روحك واش عندك الفرح بزاف تبان انت الفيديوهات اخويا عندك مشتين ما عندكش صاحبتك اخويا امريكانيه ولا تخرج روح لي كازينو صحي دير فيديو انا روح تبع شي طابله ولا بالبوكير امريكا راه من غير حمير تما قاعد انت مغربي وقاع المغاربه قافزين روح اخويا دير بوكير امريكا ولا لعب البينغ ولا راح خويا لاس فيغاس والله لاس فيغاس راه بلاد الدراما خويا راه تلف الوقت راه بلد الملاهي راك فيها تلف الوقت في كاميرا نتا عندك بيسي ديالها 939 ولا 940 غضحك على المغاربة نتا تلف الوقت على ظهرنا حنا غادك مين دير غادك مين دير وغادي كاع المغاربة بقاو يصيفطولك ما تك الحوت واش من حوت اللي عندك امريكا ما تاكلش كاع الحوت انت كاع ما تشوش تبعينيك واش من الحوت اللي مات انت راه ما تاكل لا حوت لا طالب حرك ما نبحرش هادي 20 سنه ولا ما شعر. السلام عليكم كيما قلت لك في الفيديو الاول شاء الله Agora? É.